الاستاذ مالتي قال لي رحمه انتي لو تكملين لو تكملين عود تصيرين من احسن الناس اللي يعزفون عود، لان عندك اصابعك طويله وضعيفه، وانا اصابعي تنفتح. انا اصابعي لا. هاي شغله مميزه مش عند اي احد. ايه مش عند يعني اللي هي يقول يعني اللي اول ما يشوفك الاستاذ عندنا احنا في المعهد يطلع على اصابعك. اوكي عرفتي، عارفه ان اصابعك موسيقيه، في اصابع موسيقيه في اصابع مش موسيقيه، عرفتي يعني ها مو موسيقيه، اصابع اسهل بالتعلم، هم يسموها اصابع موسيقيه. ليش عندين؟ لا لك ليش، لانه متذكر شو اسمه. انا دخل لحظه لحظه، محمود دخل. محمود البحريني. بعرف اصابعه هيك الاصبع ما دخل. هاي حبيبتي شوفي، وبيفتح ايده فتحه. اسمعيني، في ناس يعزفوا بالفطره، في ناس بيعزفوا بدراسه. لا هو تعلمها. اسمع، لا بالفطره، ما انا عندي بالفطره، بس البحريني يعزفون بالفطره. هو آلة، هو آلة، كنا بفرقه الجيتارات متذكره وقتها. ايه هو آلة، كان صار له سنه عم يعزف. طب اوكي، بس عم اقول لك في اصابع موسيقيه وفي اصابع مش موسيقيه بس يعزفون. المهم لازم تشارع، لما حدا يحكي شغله لازم ما حدا يناقشه، والا بصير باسمه بشارع. اجري حديثي. اليوم بالمسرح انا ضحكت ضحك، وحلى بالعكس ميرا، اليوم بالمسرح انا ضحكت ضحك. اسمعي طبيعي، يعني انا متعلمه على الجيتار اكثر منكم. تعرفين لما انقلب انسانه ثانيه شنو تكرهوني؟ لما تقرب تصير حدا ثاني غير انسان قدر رح نكرهها. بحياه الله، لما بصير اتعامل مثل ما عم يتعاملوا معي. انا هلا شفي بهالمنخل هذه، خذيها عبرة بحياتك، مش عشان أنا ولا أنا. قلت إحنا عندنا مثل مداح نفسه يراد لرفسه، أوكي؟ ف عندنا يبالا رفسه. أوكي؟ ف يعني هاي قاعدة في الحياة خذيها. بس أكيد ميرا راح تشارع. أي إنسان عصبي وعصبيته بسرعة ويهدى بسرعة، بس هذا أطيب ما خلق رب العالمين. مين قال لك راح شارع؟ عرفتي؟ بس انا متعصبه، انت متعصبه، مره متعصبه، بس في ناس من تحت لتحت من تحت لتحت هذول خافي منهم، بس اللي يعصب بسرعه واللي يحكي بسرعه واللي يرضى بسرعه هذا ما في اطيب من قلبه، مستحيل. اوكي خذيها قاعده، مش عشان انا هيك بس خذيها قاعده. بس لما حد يجرحه فعلا خاف، الله خاف، متعه في التعذيب اصير. نزلي نزلي البوت. هاي ميرال، ميرال في حدا يحط بوت على قنفة عم ننام عليها. انا يكسب في حياته كثير، لانه يعني انا ما باذي حدا، بس خلي حدا ياذيني او يجرحني. انا عندي تاذيني بما شنو، تجرحيني بشغله، تضربيني، بس لا تجرحيني من داخل. ما تجرحيني يعني اذا انجرحت من داخل وفعلا انجرحت صعب انسى.
بخصوص انه انت مبعث لك هديه بقره. انا رح فوتنا لان اذا ضليت قاعده رح كثير سم بدني ورح ورم. انا بعرف حالي ميرال ما تعملي لي هيك. لا لهالدرجه بهمك؟ كثير ميرال كثير. لا ميرال لا ما تعملي لي هيك. هلا انت لو انت بمكاني ما كان بتورم لدرجه تورم؟ ايه طبعا بفهم لما بتتقاتل مع امه وبتورم امه. لا ميرال لما يكون انت مثلا انا هلا طاهره كثير مثلا انا وطاهره 24 ساعه مع بعض اوكي 24 ساعه مع بعض وقت ببكي بروح لعند طاهره وقت بفرح بروح لعند طاهره وقت بدي اضحك بروح لعند طاهره وقت بدي هيك احط راسي ولاقي قلب حنون بروح لعند طاهره بس فجاه بلاقيها مش موجوده جنبي وانا بكون مثلا محتاجه لها وانا بكون تعودت وين ما بطلع بلاقي بقعد حدا بحكي معها معقول ميرال؟ معقول اليوم ما في صباح الخير؟ معقول ميرال؟ بفرضي هلا بجبج وشك من هون لبكره خليه بجبج كيف تطلع على البرايم؟ خليه يروح البرايم والله العظيم صدقيني انا صعب لا تزعليني عن جد لا تزعليني انا كثير منيحه لا تزعليني لا تزعليني بتكسبيني عرفتي؟ بس لما تزعليني فعلا مصيبة. اساسا انتوا اللي نايمين وانت صوتكم للسما ضحك. يلا باي باي تصبحوا على خير. طاهرة يلا قومي. وين؟ جاي. بدي اعمل شيء وبعدين نام. هات لشوف انا شو بعرف هالجيتار. يا نايمة لساتكم فايقين او نايمين؟ لا بس عم بسأل فايقين او نايمين؟ مين اللي فايق؟ اربعتكم؟ اوكي لانه لوس. دينتي هيدا كان لوس هلا صار اوكي اللي فوق ما قربت عليه لازم يكونوا نفس الصوت according to which to the one and above هذا وهذا لازم يكون نفس الصوت ضل تنتين نفس اللون احكي لك فيه لا شد شوي بدي زبط انا بدي عن حظي لازم يطلع ما روح نام يا اخي مش نعسان اسمعي تعملي هيك على الفلات الخامسة صوت المطر اللي تحته لازم يكون نفس صوت هذا روحنا من الجاية وراها اسمع يعني